شخص ما له أي دخل بالاحترام جاي يحكي عن الاحترام؟ إذا أنت هلأ لابسة ثياب محترم كتير هاد ما بيعني إنه رح تصيري شخص مهم. كيف لا كان الوقح بيسمح لحاله يحكي هيك؟ كيف بيتجرأ يقول إني ما بستحق الاحترام؟ أنا بس بدي أفهم شو هو السبب. عائلة لاكوري السبب. بنتي ليك اسمعيني، هلأ أنت الملكي الحاكمة بهاي العيلة وبس، هاد بس بالاسم مو أكتر. هاد هو السبب اللي خلى لاكاني إلك هاد قدام العالم صح؟ بس هو عم بيعاملك مثل ما بيعامل الخدم مو مثل الحاكمة لهاي العيلة، مزبوط؟ هو عم يقارني بالطين، تخيلي أما بونام شبهها بالذهب. مشان كرامة بونام هن لي كرامتي، أنا جا على بالي يقتلها لهالبنت هاي، لو ما كانت موجودة كنت رح كون مرتاحة بحياتي أكتر، هي سبب كل مشاكلي اللي أنا عم أعاني منها. ها اسمعيني منيح وركزي معي، شو بدك؟ حابة تروحي على السجن مو هيك؟ بعد ما تقتلي بونام وترتاحي منها؟ يعني شو بدي أعمل؟ أنا هون من شان قلك شو تعملي وشو ما تعملي. خلي هالنار والحقد اللي جواتك مخبايين إيه؟ وخليهم مصدر القوة تبعك وطالعين من جواتك شوي شوي، ولا تخلي الكره يطلع من جواتك، فهمتي؟ ها ولا تخلي ياخدك ويجيبك، وكمان لا تخليه يتحكم فيكي. لازم تقضي على عيلة ثاكور وترتاحي منها وتحطي حد لكل هاي العيلة، وكمان دمري لهم كل قوتهم. وهلأ فهمتي شو قصدي؟ أهلين وسهلين بريم. مدام عن إذنك، شو هذا بنديا؟ بونام وقفت ضد بنديا لتخليني افهم، وانا لازم اعرف اتصرف مع بنديا. انا متاكده انه بدها تنتقم من بونام، وكمان هي عم بتخطط لشغله خطيره وانا ما بعرفها، وريكا كمان واقفه مع بنديا وعم تدعمها ضد بونام. بعدي قام الشاي. اختي خدي الشاي من إيد مايا لأنه هي واقفة عم تستناكي. إيه بشو أنتي عم تفكري؟ بادي أما شو بتحبي نعمل على الغدا؟ رح نعمل الأكل اللي بيحبها لكان. هو وقف جنب بونام وأنا كتير فخورة فيه. رح أعمل له عوامات كمان، لكان بيحبها كتير مو هيك بونام؟ طبعاً. أنا لحد هاي اللحظة ما فهمت ليش لاكان ما عصب مني. هالغلطة كانت غلطتي، هو كان لازم يعاقبني. بونام تعالي لهون. امشي معي لشوف. السؤال كان موجه إليك. أنا ما بدي أحكي معك لأنه ماني رايقة لحكيك، وما بدي أقول لك اللي صار. مشان هدول الأغراض رح أخذ مصاري من الخزنة مشان صلحهم، ومن هون للمساء أكيد ترجع الغرفة مثل ما كانت.
أنا ما بتهمني المصاري ولا بتهمني الغرفة، بس أنا كتير متضايق عليكي. اشربي مي باردة مشان تروقي أعصابك وتهدي وتنسي اللي صار. مسكي اشربي. حتى بعد ما اشرب المي انا ما بدي اقلك ليش معصبة. وانا ما بدي اعرف. ما فيني اسألك شو يلي مخليكي تعصبي هيك، بس على الاقل فيكي تخبريني وين تأذيتي. على الاغلب جرحتي حالك لما كنتي عم تكسري الاغراض. يلا فرجيني. بعتقد الجرح بسيط، رح لفلك ياه وبتتحسني. تعي عادي أعطيني إيدك. ممكن أسألك سؤال؟ أنت بشو بتفكر لما بتطلع علي؟ الحقيقة بحسك مثل البنت الصغيرة اللي مضيعة لعبتها أو مضيعة شغلة كتير غالية، وشو ما كان السبب ما كانت رح تقدر تلعب بهي اللعبة أبدا. بتعرفي شو بحس كمان؟ إنك زعلانة، وهالزعل جوات عقلك، وكمان بتضلك مقهورة وما بتعرفي تتصرفي. لا تحركي إيدك، ريحيها شوي. أنا هلأ صار لازم روح. معفاية.